For blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah, for blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah, for blessing us with Muhammad Rasulullah. I sometimes lie awake and we, students of Islamic International School, welcome you to the annual Tale Event. The most powerful creature on the earth. Bana chahta hu Allah ke shaitan mardood se. Please go away. Forward, young Muslims, wherever you are, in the shadow of the sun or by the light of a star. This is Allah Taala. So, abhi bhi doctor hai. Muslims, wherever you are. Kahiya, mujh par dehshatgardi ka ilzam nahi laga rahe. Together we must stand in the masjid to pray. Pray for a better day, a better way to make this world a better place. Cause let's face it, it's out of control. We need to grab hold of each other, unite as one ummah. أمامكم هاني أنساري من الصف الأول الابتدائي. أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفل المؤقر وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع الحث على العمل. اعلموا أن الإسلام دين الفطرة يجمع بين الإيمان والعمل. العمل لإصلاح الآخرة والعمل لإصلاح الدنيا بكل متطلباتها، فلا يبلغ أحدا رزقه إلا بجهد وعمل وتعب. والله تعالى خلق الأرض وبذر فيها أقواتها
واجعلها تحتاج إلى عمل وتعب لإنتاجها وإخراجها. والقرآن الكريم ونظام الإسلام ودستور المسلم يحث على العمل وعلى التعاون وأخذ الاستعداد. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. سورة الأنفال سورة رقم 8 آية رقم 60. والإعداد: وكل ما تقتضي لحاجته بجميع أنواعها وأشكالها وأسبابها. والقوة: يا كل ما يدفع الأعداء ويفتح الطريق أمام الدعوة. وقد جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه دراهمه ونهاه عن المسألة وقال: اشتري فأسا وحبلا واحتتب وبع ولا أراك جمعة. وبعدها جاء وقد حصل على خير من المال وذاق طعم الكسب ولذة العمل والاستغناء. فالإسلام إذن يحث على العمل والإنتاج. وأما ما أثير من دعايات ضد الإسلام بأنه دين محراب وركود ولا يتفق مع العلم ونشاطات الحياة فإنما هي دعايات كاذبة نظمها أعداء الإسلام لصد الناس عنه. فإننا نرى أطباء ومهندسين ومثقفين وطيارين وعلماء في علم الحديث جمعوا بين العلم والإيمان وجمعوا بين الإيمان والعمل. فزادهم ذلك توفيقا وسدادا وقربا عند الله تعالى ومحبة في قلوب عباد الله تعالى. فلقد أثبت أبناء الإسلام البرة أن الإسلام دين العقيدة والعمل وأنه نظام الدنيا والآخرة وأنه يؤيد العلم والاكتشاف ويحث عليه. فعظموا دعايات الأعداء وفزعوا أكاذيبهم. أخواني في الله، الأعمال تدعوكم وربكم من فوق سماواته يناديكم. فأعطوا ربكم حقه وأعطوا الدين حقه وأعطوا الدنيا حقها وأعطوا أمتكم حقها واجمعوا بين العمل للدنيا والعمل للآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. United we stand, divided we fall. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah commands in chapter number 3, verse 103. Hold fast to the rope of Allah strongly and be not divided. So let's stand united as one ummah. Song emphasizing unity by the second standard girls. Open your hearts. Open your hearts and open your minds to live by Islam for the rest of your lives. Respect for your parents comes next to Allah. Your mother, your mother, your mother. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Believe in Allah, have faith in Allah, trust in Allah and live by Islam. Brothers and sisters and children, unite in one ummah, strengthen Islam. No difference in race, creed or color. No division, no division, no division. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Believe in Allah, have faith in Allah, trust in Allah and live by Islam. The mercy and justice of Allah is shown, the Quran and Sunnah, guidance for all. The raising of prophets to lead mankind, peace in Islam, peace in Islam, peace in Islam.
Allah, trust in Allah, and live by Islam. So open your heart and open your mind to live by Islam for the rest of your life. Submit and surrender to the One Most High, your Creator, your Creator, your Creator. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Believe in Allah, have faith in Allah, trust in Allah, and live by Islam. Salvation is Allah, your goal is Allah, the truth is Allah. Worship no one but Allah and live by Islam. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمامكم شمعون مودك، أدرس في الصف الثالث الابتدائي، والآن أقدم أمامكم دعاء أفطر عند قوم مع الترجمة. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. دعاء on breaking fast in someone's home. May those who fast break the fast along with you. May the righteous eat your food and may the angels invoke blessings on you. Now we have Abdul Mannan of Standard 2 reciting Surah Al-Bayyinah in the Hadr form. Hadr is the fast recitation of the Quran usually recited in Taraweeh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمامكم عبد المنان كوديا، أدرس في الصف الثاني الابتدائي، والآن أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفوق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أولئك هم شر.
Prophet Muhammad, peace be upon him, we love to emulate. Supremely successful, his character was great. An Arabic nasheed by Standard 3 Girls, Nabiul Akram. أكتب اسم نبي الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ميم حاء ميم دال ميم حاء ميم دال يجد القلب بصوت عال لمحمدنا ننشد هيا لمحمدنا ننشد هيا نضرب للمجد الأمثال ميم حاء ميم دال ميم حاء ميم دال نور يرفل في إجلال يتنزل جبريل الوحي يتنزل جبريل الوحي بالأعراف وبالأنفال ميم حاء ميم دال الحق وما بعد ضلال ميم حاء ميم دال الحق وما بعد ضلال لا يجمع من كان تقيا لا يجمع من كان تقيا ما بين حرام وحلال ميم حاء ميم دال ميم حاء ميم دال رمز لجميع الأبطال أعدم من عرفته الدنيا أعدم من عرفته الدنيا يهدي للخير الأجيال ميم حاء ميم دال ميم حاء ميم دال في الصولة نحن الأجبال لا نخشى في الحق شقية لا نخشى في الحق شقية نجتاز بذاك الأهوال أكتب اسم نبي الأكرم أكتب اسم نبي الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمامكم فهد أنصاري أدرس في الصف الثالث الابتدائي والآن نقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا شهيقا تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
صدق الله العظيم. قلب سليم, a pure heart we want to attain. Through it in Jannah, high rank will gain. Gold of standard third, present, heart of a Muslim. You must play a part. Allah.